اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من نادينا نادي الاطفال، نادي اطفال اوغاريت. ومثل ما تعودنا بكل حلقه من نادينا نادي الاطفال يكون عندنا مواهب متنوعه ومتعدده، سواء كان الغناء او العزف او الرسم. حلقتنا لها اليوم راح تكون حلقه خاصه بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نعاد على كل مشاهدينا بالخير والصحه والامان والابتسامه الحلوه ان شاء الله يا رب. وحلقتنا لها اليوم راح نبلش بقلق متجدد وبطريقه مختلفه. راح نكون مع فرقه موسيقيه رائده وجميله بقياده الاستاذ علي حداد، نوجه له تحيه وبنعيد عليه. وقبل ما أعرفكم على ضيوفي لها اليوم وأعضاء هذه الفرقة مشاهدينا، بحب أذكر بكل حلقة من نادينا نادي الأطفال لكل طفل عنده موهبة مميزة وحابب يعبر عنها ما إله إلا نادينا نادي الأطفال، بإمكان التواصل معنا على 405-295 أو 429-200 أو بإمكان الحضور لعنا لهون لقناة أوغاريت مدينة اللاذقية. هلأ مشاهدينا صار وقت نعرفكم على أعضاء فرقتنا لها اليوم المؤلفة من 4 أشخاص. وبداية رح نتعرف على صاحب الصوت الحلو والجميل مصطفى مروي. كيفك يا مصطفى؟ منيح. شو اخبارك؟ تمام. وشبك متلبك يا مصطفى؟ مش اهلا وسهلا فيك بنادينا نادي الاطفال. وبعدين رح ننتقل لعند جعفر اسعد. كيفك يا جعفر؟ الحمد لله تمام. شو اخبارك؟ الله يسلمك. كيف يومك لهاليوم؟ الحمد لله. ينعاد عليك يا رب بمناسبه عيد الاضحى المبارك. اهلا وسهلا فيك. وهلا رح ننتقل لعند عازف الاورج احمد. كيفك يا احمد؟ تمام الحمد لله. شو اخبارك؟ تمام. كل عام وانت بخير. بخير يا رب. نعاد على اهلك بالخير يا رب. هلا رح ننتقل لعند شيبون خليل. كيفك يا شيبون؟ منيح. شو هواتك يا شيبون؟ ايقاع على الطبله. ايقاع يعني ضرب على الطبله. هلا مشاهدينا رح نعرف على كل موهبه من اطفالنا قياده الفرقه الموسيقيه لهاليوم. وبدايه رح نكون مع مصطفى. مصطفى انت قلت لي انه هوايتك الغناء، تمام؟ من ايمتى يا مصطفى وانت بتغني؟ من انا وعمري 5 سنين. من 5 سنين؟ اهلا وسهلا فيك يا مصطفى. هوايتك جعفر؟ العزف على البركشن. شو هي البركشن جعفر؟ آلة حلوة يعني ايقاعية. قد ايه صار لك انت كمان بتعزف على هيدي الآلة؟ لي تقريبا 5 شهور 6 شهور. 5 شهور وبتتقنها بشكل ممتاز؟ الحمد لله. شو بيقول لك الاستاذ علي؟ بوجه له شكر كثير كبير على نحن كمان دورنا بنوجه له شكر يعني عملنا الاستاذ علي. شو بيقول لك انه على عزفك؟ في كثير من بيعزفوا على البرك شو اسمه؟ بركشن. بركشن. اها في كثير بيعزفوا على في عازف كثير عازفين. او انت النخبه الاولى بهيدي العزف على هيدي الاله؟ انا لا ما من النخبه الاولى من العزف على هيدي الاله. انه بس بحب انه اتعلم. طيب ليش اخترت هيدي الآلة جعفر؟ اخترتها انه ما انه بحبها يعني الواحد بحب شغله انه بيتعلمها. بحبها كثير لهالآلة هي. يعني انا مو صغير. ايه مو صغير. انت وانت صغير انت بتحب العزف على هيدي الآلة. ان شاء الله موفق يا جعفر. احمد. احمد انت من ايمتى صار لك بتعزف على الاورج؟ من 3 سنين. من 3 سنين؟ طيب ليش اخترت هيدي الآلة احمد؟ من وقت كنت صغير كنت حبها كثير واهلي شجعوني عليها كثير. يعني في حدا من عائلتك انت بيحب العزف على هيدي الآلة؟ لا لا. نهائيا لا. انت اخترت هيدي الآلة يعني لا. كنت عم تتسمع على مطربين او عازفين بيعزفوا على هيدي الآلة؟ ايه. طيب انت وقت اللي بتتسمع على اغنية مثلا بتميز عزف الاورج؟ يعني بتاخذ اللحن المميز من هيدي الأغنية؟ ايه طبعا اكيد. يعني بتسلطن عليه. ايه. موفق يا احمد. شيبون الضرب على الطبل، ليش اخترت يا شيبون؟ مثل ما بنعرف في علاقة وثيقة بين الطبلة والساحل، ليش اخترت هيدي ال لأني من صغري بحبها. اها يعني في حدا من عائلتكم بيحب هيدي مين؟ أخوك. هو شجعك عليها. طيب شو رأيكم هلا نهدي مشاهدينا وكل اطفالنا الحلوين بمناسبه عيد الاضحى اغنيه من عندكم؟ شو رايكم؟ يلا بنسمع سوا. Oh,
حيد ورايح عالجيش في دول وطني بدي موت حني يا أمي ومعليش لو وديت عليك الصوت يا عالجيش وطني بدي موت فدائي يا أمي ومغوار مع جيشي بضرب بالنار فدائي يا أمي ومغوار مع جيشي بضرب بالنار بحرق الخاين غدار لو حاول عالدار يفوت وحيد ورايح عالجيش وحيد ورايح عالجيش بدول وطني بدي موت لك يلا شعلها ايش دارك يا أما بعيش بكرامي يا أما معزوز بموت بيك عدمي يا أمي بترجع مراني لبيوت كرامي معزوز بموت بلك عدمي يا أمي فدائي يمي ومغوار مع جيشي بضرب بالنار فدائي يمي ومغوار مع جيشي بضرب بالنار بحرق الخاين غدار لو حاول عالدار يفوت وحيد ورايح عالجيش وحيد ورايح بدي موت شهيد ضمين وعلي صغرت ولفيني بكليل الغار وشيلي معهن هالتابوت فوني شهيد الصغرت غار فدائي يمي ومغوار مع جيشي بضرب بالنار فدائي يمي ومغوار مع جيشي بضرب بالنار بحرق الخاين غدار لو حاول عالدار يفوت وحيد ورايح عالجيش وحيد ورايح عالجيش خطوة الوطني بدي موت معليش لو وديت عليك الصوت شكرا برافو برافو ايه شهاد يا مصطفى شهاد الله يعطيك العافية يا مصطفى ويعطي العافية للفرقة الموسيقية سواء كان أحمد أو شيبون أو جعفر يعطيكم العافية هلا ما قلتوا لي كيف تشكلت هيدي الفرقة يلا جعفر تشكلت هيدي الفرقة من بعضنا يعني كنا رفاق مدرسي يعني هلا انتوا مثلا تعرفتوا على بعض فكرت بالمعهد ولا لا تعرفنا على بعض لأنه جيران يعني تعتبر جيران يعني بينه وبين الفرقه الحلوه وبعدين الاستاذ علي حداد ايه بشكل هو لمكن على بعض لمنا على بعض
وشكل منكم فرقة. طيب بكل فرقة لها تسمية، وشو اسم فرقتكم؟ فرقة السنافة. ايه أنا بعرف واحد اسمه سنفور. سنفور أحمد جداري. أحمد سنفور. مين أطلق عليك هذا اللقب أحمد؟ في عمي أنا. أها. في عمي قال الاسم إنه بينغلب كذا إنه صغير وكذا. وسنفور وهيك وأبدع بالأورج و. هلا أحمد أنت بدك تستمر بهيدي الهواية؟ يعني بدأ تضل هواية عندك ولا بدك تستمر بدراستك؟ بدأ هلا أنا طالب بكالوريا علمي. فكر إن بدي فوت هندسة إن شاء الله. إن شاء الله. بعرف فوت هندسة وبكفي بالأورجي، بصير مهندس وبزغ على الأورج. هلا شيبون أنت أي صف؟ آسف. طيب مين سماك شيبون؟ أبو. هيك ذكرتني بزير سالم ما؟ كان في حدا اسمه شيبون؟ عندنا جدا هيك يعني اخذوا الاسم منه. كنتوا متابعين كثير لزير سالم لكان. اي صف انت قلت لي؟ تاسع. طيب شيبون انت هلا وقت اللي كنت انت بالمدرسه كيف كنت توفق بين موهبتك وبين دراستك، وخاصه انت كنت تدخل على معاهد وفي وقت بدك تاخذ بالموهبه بهوايتك؟ وقت للقراية ووقت للمشي. يعني هلأ مثلا قال لك الأستاذ علي عندك هيدي بدك تحفظها، بتخلص بالمعهد ولا بتكفي انت تدريب معك بالبيت؟ أنا بكفي بالبيت. بكفي بالبيت كمان. طيب ما بتقلك الماما لا يا شيبون بدك تدرس ومدريه من هذا الحكي؟ تنظير الأهل بتعرف منشان الدراسة إجبار. إجباري. موفق يا شيبون. هلا راح ننتقل لصاحب الصوت الحلو مصطفى. شكرا مصطفى. اهلا وسهلا يا مصطفى. اهلا وسهلا نورت والله نادينا. مصطفى هلا وقت انت بتختار الكلمات او الاغنيه انت بتختارها بالتشارك مع استاذك، ولا استاذك بيجي وبيقول لك هيدي الاغنيه بدك تغنيها انت يا مصطفى؟ البابا والماما لهم فضل كثير كبير علي، وبتشكر الأستاذ علي كمان نحن بنوجه له تحية، لأنه هو اللي عم يكتب لي الأغاني، والأستاذ ماهر كبرستي والأستاذ صفوح شغالي وعدة شاعرين بتشكرهم، وهيك منشكل أغنية ومنعملها على أساس، منشتغل على أساس يعني شو يعني أول شي بيجوا لعندك وبيقولوا لك يا مصطفى أنت بدك تسمع هذه الأغنية، أنت إذا عجبتك بتغنيها ولا لا ما بتغنيها؟ بتقول أنا مثل ما بده البابا. مثل ما بده البابا. طيب بلكي انت ما حبيت لكلمات الاغنيه، واذا لا عجبت ولا البابا بتغنيها؟ بتغنيها. اي مطيع انت لكان، يعني اذا قال لك البابا يلا يا مصطفى بدك تصير دكتور يعني بتصير دكتور؟ لا. ليش؟ انا بحب الدكتور. تحب الدكتور. شو بتحب لكان؟ بدي اصير محامي وبدرسك بالموسيقى. طيب مصطفى هلا مثلا الواحد ما بكفي يكون عنده صوت حلو، تمام؟ لازم يتعب على حاله ويشتغل على حاله، تمام؟ طيب انت جربت مثلا تلعب بحبالك الصوتيه، تعمل فوكاليز مثلا، او بما انه انت داخل المعهد عم تدرب بحبالك الصوتيه؟ انا بتشكر استاذي على انه هو هلا انا عم ادرس سولفيج عم درب حبال الصوت. قلت لي يا مصطفى من ايمتى انت داخل المعهد؟ من سنة ونص. من سنة ونص. من سنة ونص وانت بتغني؟ ولا قبل كنت تغني؟ لا بس ما انشغل على حالك كتير. لا من سنة. من سنة ونص. طيب بالمدرسة ما كنت تغني انت؟ ايه بغني. شايف. طيب الاساتذة بالمدرسة شو كانوا يقولوا لك؟ صوتك حلو. يعني هلأ بحصة الموسيقى دائما بدنا نسمع مصطفى ولا في حدا تاني بدنا نسمعه؟ لا في. في يعني احلى صوت من صوتك ولا شو؟ لا انا. انت احسن يعني بفتره الموسيقى حصه الموسيقى دائما الان. يلا مصطفى سمعنا. واحيانا ناخذ دروس. احيانا كمان تاخذ دروس بالموسيقى. طيب انت بتضيف شيء لانستك مثلا، بتقول لها مثلا انا عاجبني هذا النمط مثلا؟ يعني انت بتضيف لها شيء لانستك مثلا؟ اذا قالت لك انستك بدك انت تغني لي هيدي الاغنيه وانت مانك حاببه لهيدي الاغنيه، كمان بتغنيها؟ لا ما بتغنيها. طيب انت شو بتحب الالوان تغني؟ يعني شو لهجات انت؟ كل الالوان. كل الالوان. كل الالوان بتحب تغني؟ كل الالوان؟ تمام؟ طيب شو حابين تسمعونا هلا؟ هلا بنسمعك اغنية خاصة لإلي. يلا.
كمان هلا بدنا نحكي عن الاغاني الخاصه لإلك، كم عندك اغنيه وكم مين نشتغل معك؟ تمام يلا. Bye.
شكرا. برافو برافو برافو، شو هالسنافر الحلوين، شو هالعزف الحلو يا احمد، وشو هاد يا جعفر، يعطيك العافيه يا شيبون، يعطيكم العافيه. طيب احكي لنا شوي عن كلمات هذه الاغنيه مصطفى، مين اختار لك هذه الكلمات؟ كلمات مين؟ الحان مين؟ هذه الاغنيه خاصه لإلك ما لحدا ثاني، هاي لإلك. من كلمات الاستاذ ماهر قبرصلي والحان الاستاذ علي، بنوجه لهم تحية. طيب مصطفى، أنت بتحب تغني غير اللهجة الساحلية؟ لا ما بتحب تغيرها؟ ما بتحب مثلا تغني لهجة تانية؟ لا. مين المطربين بتحب أنت تغني لهم مصطفى؟ كل مطربين. كل؟ أكثر هيك حدا قريب لقلبك بتحسه هيك أنت قريب منه؟ حسين الديك. أها حسين الديك؟ جعفر ما حكيت لنا، بدك تضل انت بهيدي الموهبه ولا بدك تستمر فيها لتطورها وان شاء الله بنشوفك احلى عازف على بريكشن؟ الله يسلمك. لا انا بدي ضل تابع فيها للموهبه الحلوه هي، بدي استمر يعني فيها بالاضافه الى دراستك. بالاضافه الى الدراسه كمان شيبون، انت بدك تستمر بهيدي الموهبه وتعمل ايقاعات جديده على الطبله يعني، واضافه الى دراستك كمان. كمان احمد كثير عازفك حلو، الله يوفقك يا احمد، وان شاء الله بشوفك احلى عازف اورج، اكيد بانام لك الهنيه على الاورج، اكيد بده يطلع منك شيء كثير حلو. بدك تستمر بهيدي الموهبه بالاضافه لدراستك، ان شاء الله موفقين. وقبل ما نختم باغنيه حلوه من عند فرقتنا السنافر، هي من عندي انا طبعا سميتها سنافر، بحب اذكر لك المشاهدين، لك اللي عنده موهبه مميزه وحابب يعبر عنها ما قال له الا نادينا نادي الاطفال، بامكان التواصل معنا على 405-295-429-200، او بامكان الحضور لعنا هون للمركز لقناة أوغاريت مدينة اللاذقية. وهلأ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحب عيد على كل مشاهدينا وعلى كل جندي سوري شريف بأرضنا الغالية سوريا، والله يرحم جميع شهدائنا، ونلتقيكم بحلقة جديدة من نادينا نادي الأطفال. يلا نسمع الشي جديد. I'm gonna make it.
حبك بعيوني على قلبي بدمونه يعيش بدونك ما فيك تعيش بدونك. الله والله وما شاء الله ما في بحالك والله. الله والله وما شاء الله وما في بحالك والله. عمر بحالك الحلا طبطبك عصيرك شوف حسيت يا صغيرة حاسس حالي انك تكون وما في بالعالم غيرك. احلاك